هل يقال بأن الرسول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام يكون من الصحابة في آخر الزمان ويطلق عليه صحابي؟ يطلق عليه أنه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. صحابي من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، من رأى الرسول مؤمنا به ومات على ذلك. عيسى ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون تابعا للرسول مثل التابعين. نعم.